الذكرى الثانية عشر ديال انطلاق الحركة 20 فبراير التاريخية. هذه الحركة اللي كانت رفعت واحد الأرضية فيها 20 مطلب على الأقل. المطلب الأول سياسي يطالب بالديمقراطية في البلاد بالعنوان ديال هذه الملكية البرلمانية، كيبين بأن الشباب المغربي واعي وعارف فين كاين الخلل الكبير اللي جا عندنا اليوم. كتكلموا على ارتفاع الأسعار وكتكلموا على غلاء المعيشة، وهذه إلا نتيجة من نتائج ديال اختيارات لا ديمقراطية ولا شعبية الممارسة في بلادنا والمستمرة. علاش؟ لأنه حركة 20 فبراير طلبت ببناء الديمقراطية، طلبت بأنه يتم التقليص من الفوارق الاجتماعية ونبني واحد المغرب اللي غادي تحقق فيه العدالة الاجتماعية وما يبقاش فيه الضرب ديال الحريات وديال الحقوق، ويتم فيه الإفراج على المعتقلين السياسيين وننهيو مع هذه الظاهرة اللي كيبان لنا اليوم وكتشوفوه انتم كذلك كصحافة، أنه كل الاختلالات البنيوية منها وغيرها اللي كانت شرط لها حركة 20 فبراير وناضلت من أجلها إلى جانب كل قوى تقدمية وديمقراطية اللي هبطت معها بقى مستمرة وبأشكال أخطر. علاج؟ لأن الدولة المغربية ماشي فقط يعني استهانت بمطالب حركة 20 فبراير اللي لو أنها طبقت كنا غادي نكونوا اليوم أمام دستور ديمقراطي، أمام فصل السلط، أمام إمكانيات ربط المسؤولية بالمحاسبة، أمام استقلال ونزاهة القضاء، أمام إصلاحات جوهرية ضريبية ومالية وفي مجال التعليم اللي غادي تخدم المصلحة ديال المغرب آنيا ومستقبلا. حنا ما جرى حتى حاجة من هذا الشيء. الدستور اللي تم التمرير ديالو في 2011 مع كل الأسف ما جاب حتى شي حاجة من المطالب اللي طالبوا بها المغاربة، وحتى ديك الديباجة اللي كانت بانت للبعض بأنها إيجابية ما كاينش تطبيق هذاك الشيء غير للإلهاء وللتمويه، كما أن اليوم كيتم تقديم ديالنا هذه الحكومة المحكومة كيقولوا لنا راهي جايبة المشروع ديال الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية للجميع في الوقت التي تسارع فيه الزمن من أجل خوصصة الصحة والتعليم. غدا ماشي بعد غدا، غدا غادي تكون مجموعات ترابية صحية في 12 جهة المغرب وغيتم حل سي اش يو، غيتحلوا مكتوبة في القانون اللي عطاونا باش ندرسوه، وما غيبقى والو الخواص. وقال لك 11 مليون ديال داك الناس ديال الراميد غندخلوهم لابو، و11 مليون ديال الحرفيين ندخلوهم، واللي بقى تا هو غادي ندخلوه. وهنا غادي تشوفوا بان اللي غادي يوصل للصحه في المغرب هو اللي عنده باش يضرب على جيبو، اما الفقراء ليهم الله. هادشي اللي كاين. التعليم 70 برنامج ديال الاصلاح تخريبي، تدخلوا الكلمات ديال الجوده وديال شي جوده ما كاينه اليوم، التفاهه اليوم كيحاولوا يعطيو للشباب المغربي ديبلومات. كنقولوا بان المغاربه ما بقاوش فورمي ولاو ديفورمي، لان ما بغاوش الناس تقرا، كيخافوا من الانتليجنسيا، كيخافوا من المثقفين، ما بغاوش يكونوا هم، وكيضحكوا على الدراري. وبدات هذا الشيء ديال التجزيء، وكنقريو شويه اليوم وشويه غدا. المناصب ديال الاساتذه الباحثين ما كنخلفوهمش، وثانيا كنجريو على الاطباء ديالنا والمهندسين ديالنا ما كنعتبروهمش، ما كنخلصوهمش مزيان. الباحثين الكبار في لانازا مشاو خلاو البلاد، وحنا محتاجين هذا نزيف ما يمكنش نسكتوا عليه. ثم يعني المجال ديال الطاقه، انتم تتعرفوا ان الطاقه اساسيه من التحديات الكبيره اللي كاينه في العالم. الا طلع الثمن ديال الطاقه كلشي كيطلع، النقل كلشي كيطلع وكيكون. شكون اللي مكلف بالطاقه في البلاد؟ كل هاد الدول اللي كتحترم راسها من بعد الجائحه قالوا حبس. التعليم والصحه خاص الدوله تكلف به، والطاقه خاص الدوله اللي تكلف بها. واش حنايا الدوله اللي مكلفه بهذا الشيء؟ الدوله تخلت على التعليم وعلى الصحه ودارت التسليع، والطاقه سدوا لها سمير، داروا تحريف الاسعار وخلاو 18 عائله كتقج فينا حنايا، وعلى راسها ربعه العائلات ضربوا 45 مليار ديال الدرهم، ولا من حاسب ولا رقيب. قال كسيدي درنا المؤسسه الدستوريه، المجلس المنافسه، السيد رجل نزيه وجاب التقرير وقال لك انتوا راه اتفقوا بيناتهم رجعوا الفلوس، حيدوه وحيدوا التقرير. واش هذا الشيء؟ اش من دوله هذه؟ ماشي غير ديمقراطيه الواجهه، ماشي غير مؤسسات الواجهه، هذا يعني الاستهتار بالمغاربه اللي حروا البلاد واللي هما قادرين باش يبنيو بلاد ديمقراطيه. اكثر من هذا، حلوا الحدود البلاد، 56 اتفاقيه تبادل حر، اللي عنده شي جالو قايبه هنا
اللي بغى يجي يستغل بنادم العبيد الجدد كيجي لهنا وكيدير الفضل وراس المال، حتى دفاتير تاع حمولات ما كيحترموهاش، كيدي كل شيء وحنا ديالنا حالين فمهم. ومن بعد داروا لنا 20 عام ديال جلب الاستثمارات الخارجيه لي زي دي او، جاوا عباد الله وسير دابا قلب لي انت في شي شركه كدير شي حاجه هنا وسير حاسبها، حتى واحد ما يقدر وباقيين غاديين في هذا الشيء. داروا التقارير قالوا بان الدوله ملي توجهت الخواص تفلسنا، ما درنا تنافسيه حقيقيه، ما خلقنا فرص شغل، ما درنا والو. ورغم ذلك جابوا لينا نموذج نموي جديد، قال لك الجيل الجديد من الاصلاحات. شنو هو هذا الجيل الجديد؟ هو الخوصصه، لا باقا شي خوصصه، غادي يخوصوا كل شيء وغادي يركعونا تحت المديونيه. هذا الشيء اللي باغيين يديروا هاد الناس. وسيروا قراو التقرير ديال صندوق النقد الدولي، يوصي المغرب باصلاح بين مزدوجتين المؤسسات والمقاولات الكبرى. لا باقا شي مؤسسه والمقاولات الكبرى، خسر الخوصصه. كيهضر على اصلاح ضريبي، ماشي كيبغينا حنا من اجل توسيع الوعاء والتوزيع العادل، لا، اصلاح ضريبي من اجل اغناء الغني وتفقير الفقير، اصلاح مالي من اجل تعويم الدرهم باش حنا نغرقوا، باش ما نبقاوش، ما كاينينش، حنا غادي نبقاو ساكنين في هذه الرقعه الارضيه كعبيد ننتظروا هذاك اللي غيجي من الخارج باش يخدمنا ولا ما يخدمناش، ولا لا ما وقعت لينا شي مصيبه. راه قال لك غيجيبوا لنا الحشرات، راه وصلوا الميناء ديال طنجه اليوم وغنبداو ناكلوا حنا الحشرات. هاد البلاد اللي فيها اراضي فلاحيه وكان فيها الماء نهبوا هاد الناس، ويمكن لينا حنا نديروا الامن الاستراتيجي ديالنا، نحافظوا على الماء ديالنا ونتجو الخضروات والفواكه واللحوم اللي خاصنا حنا، ما خاصناش نجيبوا البقر من على برا، كاين راه رؤوس الاغنام موجوده وما كيطنزوا علينا، وحنايا كنتلقفوا داك الطنز ديالهم بداك الناطق الرسمي الخواء، ما كاين حتى كلمه كنسمعوها اللي غادي تفيدنا ونعرفوا هاد الناس اش كيديروا. حتى القوانين كيدوزوهم في لمحه برق، ما كتعرفوهم علاش. الاجراءات ديال المراقبه اللي كدير، شنو التعليق ديالك عليها في هذه الاونه الاخيره ديال اغلاء الاسعار اللي كيقولوا بان دارت رجال المراقبه؟ اولا بعد المراقبه خصها تكون على المستوى المؤسساتي. اليوم في اكبر اغناك دارت للشعب المغربي انه انتخابات ديال 8 شتنبر 2021 داروا انتخابات كلها في نهار واحد، وطلعوا ثلاثه الاحزاب على المستوى المحلي الجهوي البرلمان الحكومه، وسير ضيم انت يا راقب ولا دبر راسك، هذاك الشيء كله كيدار للانهاء. اما الشروط ديال المراقبه راه معروفه، خاصك تنهي مع الريع ومع الاحتكار ومع النظام الباتريمونيالي اللي جاب لنا عائلات بذاتها ما كانت كاع مشاركه في تحرير المغرب، اللي هي سولت على الماء وعلى الاراضي وعلى الغابات وعلى وعلى وعلى، والامور باقا مستمره. اذا ما كاينش حتى شي مراقبه، اللي كاين خاص واحد المراقبه شعبيه. اليوم كيبان الشعب المغربي راه فايق، راه خصنا ننظموا، راه خصنا نديروا واحد الجبهه شعبيه للنضال من اجل بناء الديمقراطيه، من اجل بناء العداله الاجتماعيه، من اجل اننا نحافظوا باش يكون القضاء ما يخضعش لبعض التعليمات ويكون مستقل، باش نحافظوا على خيراتنا، وباش نقولوا ما بغيناش توصيات ديال دول علينا كيف ما بغات تكون، حتى واحد ما يتحكم فينا لا بسم الصحراء ولا بالصحراء، حنا قادرين نهزوا السلاح ونمشيو حنا نحروها، حتى واحد ما غيعاوننا لا في استكمال الوحده الترابيه ولا كل شيء كيجي هنا لمصالحه. وهذا الشيء علاش جا الكيان الصهيوني بصباطكم وحنا ساقلين، كل شيء خايف، شنو هذا المشروع منين جا؟ علاش غادي نخافوا؟ علاش غادي نخافوا؟ حنا خصنا ندافعوا على بلادنا، وحنا ضد الحركه الصهيونيه الاستعماريه اللي كتقتل الدراري والدماء ديالها بالطخات على الراس، اش بغينا بهم؟ وما غيوريونا شنو غادي نديروا؟ هذا الشيء كتخافوا منه حتى انتم الصحابه، ما كنتوش تهضروا على هذا الشيء، راه خصنا نهضروا، خصنا نتكلموا. حنا بلادنا بغينا نحافظوا على سيادتها، بغينا نحافظوا على استقلال قرارها، بغينا نحافظوا على مستقبل هاد الاطفال اللي كيتلاحوا في البحر في الباطيرات باش يكون عندهم مستقبل هنا ويقراوا مزيان يتكونوا باش غدا ان شاء الله حتى هما يكونوا مواطنين مستقلين ويخدموا بلادهم. واش حنا غنبقاو غير عبيد؟ واش اليوم بغين يدفعونا الحرب مع الجزائر وحنا غادي نخضعوا لهذا الشيء والمعيور السبان ديال الدول المتخلفه؟ لا، حنا خصنا نفكروا في بناء المغرب الكبير، خصنا نفكروا في ربط علاقات مع العالم، تكون علاقات اللي هي مزيانه وقويه باش نحافظوا حنا على مصالحنا وباش نساهموا في بناء عالم عادل، عالم اللي فيه الاخوه الانسانيه وفيه الكرامه. حنا رحنا في العالم ديال الدياب وفي العالم ديال الافتراس وفي عالم ما تيعجبش، اذا خصنا نساهموا كل